بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، استمعنا في قراءة صلاة العشاء بقول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يصلون فعل مضارع بدأ بحرف ياء المضارعة، والفعل المضارع في لغة العرب له استعمالات، ومن استعمالات الفعل المضارع التجدد والاستمرار. لا تنسى هذا، الفعل المضارع دائما يفيد التجدد والاستمرار. وقس على ذلك الكتاب والسنة وكلام العرب، فإذا قال الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله، هذا الأسلوب البلاغي المعجز فيه أمر وفيه وعد. الأمر: اتقوا الله ويعلمكم. هذا الوعد جاء على صيغة المضارع، فماذا يفيد؟ التجدد والاستمرار. معنى هذا الكلام أنك إذا ما اتقيت الله عز وجل في أي وقت وفي أي حين، ما هو الجزاء؟ يعلمك الله. اتقيت الله عز وجل بليل، علمك الله عز وجل بنهار، علمك الله عز وجل. اتق الله حيثما كنت، كنت غنيا، كنت فقيرا، في وقت الرخاء، في وقت الشدة، في أي وقت، يعلمك الله. وكذلك في قول الله عز وجل: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. طيب، لو قال الله عز وجل: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأصبحت الأرض مخضرة، هذا خبر يختلف عن تركيبة ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، وكأنك ترى هذا رأي العين أمامك. أنزل الله عز وجل من السماء ماء، فترى الآن بعد نزول الماء ترى أن الأرض تخضر، هذا هو المعنى. إذا ذكر الفعل المضارع ومعه الفعل الماضي تعرف الفرق بينهم. مثلا في قول الله عز وجل: إن الذين كفروا، هذا مضارع وماضي، ماضي. إن الذين كفروا ويصدون، إيش هذا؟ هذا مضارع، صح؟ عرفه من أيام هي المضارع. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه، إيش هذا؟ نعم، جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباب. ومن يرد مضارع في الحال بظلم نذقه مضارع من عذاب أليم. الأول الآية: إن الذين كفروا، يبقى هذا مضارع، لأن الكفر لا يحتاج تجديد. الكافر كفر، صح؟ والذي آمن آمن. طيب، هذا الفعل المضارع هو لا يفيد أي جديد، لذلك أتي بالفعل الماضي ليعبر عن الخبر. إن الذين كفروا، ولكن الصد عن سبيل الله هل هو متجدد ومستمر ولا فقط ماضي؟ لا، متجدد. يصدون، يصدون ويصدون ويصدون، صدوا بالأمس ويصدون اليوم ويصدون غدا. هذا شأن الكافرين، أنهم دائما يصدون. أما عن مسألة الكفر فقد كفروا في الماضي، ويصدون عن سبيل الله. والمسجد الحرام معناها ويصدون عن سبيل الله، ويصدون عن المسجد الحرام الذي جعلناه، جعله الله عز وجل، ما هو شيء متجدد، هو جعله الله في الماضي. الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباب. طيب، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم مضارع، معناها أنه في أي وقت إنسان أراد فيه أي ظلم في هذا المكان، أنه ظلم إنسان دفعه أو تشاجر معه. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. طب ماذا لو أسقطنا هذا الكلام على قول الله عز وجل؟ ما الفرق بين صلى ويصلون؟ التجدد والاستمرار. هذا ملمح بلاغي، أن الله عز وجل نفسه
يصلي على النبي. اعرف قدر هذا الرجل.